يقول: مسافر يريد أن يصلي العشاء خلف إمام مقيم يصلي المغرب، هل يجوز له أن يقصر الصلاة؟ لا لا، اللي يصلي وراء المقيم عليه الإتمام ولا يقصر الصلاة، هذا هو السنة التي عليها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. لا يجوز للإنسان يقصر خلف من يتم الصلاة أو يقصر خلف إمام مقيم، لا يجوز له هذا.